النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس مائل للحرارة، متوقع يوم السبت رياح مثيرة للغبار مستمرة، هي رياح شرقية جافة مثيرة للأتربة والغبار في عموم المناطق، وحالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تبدأ اعتبارا من مساء يوم السبت وتستمر حتى يوم الأحد بإذن الله. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشرقية، بينما ساد طقس صافي في باقي المناطق. نذهب الآن لقراءة سرعة هبات الرياح المتوقعة من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء، حيث لاحظ استمرار لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية يوم السبت المثيرة للأتربة والغبار والجافة بشكل عام، تعمل أيضا على ارتفاع درجات الحرارة وجعل الأجواء جافة كما ذكرنا، مع نقص كبير وملحوظ في نسب الرطوبة السطحية بحول الله. هذه الرياح يتوقع أن تتراجع شدتها تدريجيا خلال الأسبوع القادم بإذن الله. نذهب الآن لهذه الخريطة والتي توضح لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة اعتبارا من مساء يوم السبت وتستمر حتى يوم الأحد بإذن الله. هذه حالة عدم الاستقرار الجوي هي ناتجة عن تمركز لمنخفض البحر الأحمر فوق سواحل شمال سيناء. هذا المنخفض يعمل على التدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع وجود لكتلة هوائية حارة في الطبقات السفلى. هذه الظروف الجوية ستعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي تتكاثر الغيوم العالية والمتوسطة، يتخللها بعض الغيوم الركامية اعتبارا من مساء يوم السبت. تستمر هذه الغيوم الركامية الرعدية وفرصة زخات الأمطار العشوائية حتى يوم الأحد بإذن الله. يوم الأحد بإذن الله يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتتراجع شدة الرياح الشرقية بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مغبر نوعا ما مع 22 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم السبت، طقس مغبر خلال ساعات النهار 28 درجة مئوية، وبالتالي درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام. اعتبارا من مساء يوم السبت وليل السبت على الأحد تبدأ المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات رعدية من الأمطار متوقعة في العاصمة عمان وفي عموم مناطق المملكة، تكون هذه الأمطار عشوائية الطبع. هذه الأمطار يتوقع أن تستمر خلال ساعات نهار يوم الأحد مع انخفاض على درجات الحرارة 25 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 19. يوم الاثنين يعود الطقس ليستقر بشكل تام وبشكل كامل، درجات الحرارة تسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.